السلام عليكم. صناعة الألعاب مع كل مدى بيبقى فيه شركة بتغير الصناعة للأبد وبتعدل على سوق الصناعة، لذلك تعالوا نتعرف على 5 شركات أنقذت سوق صناعة الألعاب. الشركات دي من غيرهم فالصناعة اللي عشنا فيها أحسن أيام فكانت هتتحول لصناعة مختلفة بتستهدف لاعبين مختلفين. والفيديو برعاية ستور جيمز تو ايجيبت. في البداية لما نقول ان في شركة انقذت الصناعة فده مش لازم يكون بعدد الالعاب اللي قدموها او جودتها، ولكن في طريقة تغيير الصناعة للافضل. فال5 شركات دول مش بس انقذوا الصناعة من الانهيار، ولكن كمان وحدوا مجتمع اللاعبين وساعدوا المطور المستقل. واتمنى تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا جرس التنبيهات. شركة فالف ومتجر ستيم. منصة البي سي زمان هي اكبر منصة لقرصنة الالعاب. ستيم زمان كان حكر وبيبيع ألعاب شركة فالف فقط، إنما في فترة أظن 2003 ستيم بدأ أنه يوسع جماهير منصة البي سي ويقدم كل ألعاب شركات الطرف الثالث. بالرغم أن المسألة دي كانت صعبة، لأن في الجيل السابق جيل البي اس 3 والإكس بوكس 360 فالبي سي كان دايما المنصة المنسية عند الشركات، لأن في الفترة دي القرصنة كانت بتسبب خسائر ضخمة على الشركات، فما كانوش بيهتموا بنسخة البي سي وبتنزل معيوبة. لكن فالف ما كانش ده طموحهم، وفعلا اكبر حدث واللي محدش ينساه ابدا لما جيب نول وكوجيما اعلنوا عن ميتال جير سوليد 5 هتنزل على البي سي. طبعا سلسلة مشهورة زي دي واللي كانت حصرية بلاي ستيشن وفجأة تنزل للبي سي فكان حدث خرافي. ومن بعدها بقينا نشوف اهتمام كبير بمنصة البي سي من حيث خصومات محترمة الشركات اليابانية اللي بتنزل العابهم على البي سي بعد ما كانت حصرية سوني. فستيم اتدعم بشكل ممتاز بفضل شركة فالف، فممكن نقول ان ستيم انقذ سوق صناعة العاب البي سي. طبعا شركات زي اكتيفيجن، اي اي، باسيزدا، يوبي سوفت للأسف ما طمرش فيهم العشرة دي وراحوا عند المنافس، وبل كمان فتحوا ستور خاص بيهم، وده علشان يتجنبوا نسبة 30% اللي بتاخدها فالف على مبيعات اي لعبة. فستيم وفالف يعتبروا وحدوا منصة ولاعبين البي سي، علشان في النهاية تيجي شركة تاخد كل شيء جاهز. لذلك لاعبين ستيم لما بيكرهوا ايبك فده بسبب انهم شايفين ان ستيم هو اللي وحد منصة البي سي. ايبك للأسف بيحاولوا انهم يحصروا كل شيء بالفلوس علشان يكسروا قاعدة لاعبين ستيم، وبصراحة الاسلوب ده من الشركات بيبقى مش كويس. فايبك مهما تقدم العاب مجانية ومهما تدي فلوس للشركات الجعانة علشان ينزلوا لعبتهم على ايبك الاول، فده كله مش هينقذ الستور بتاعهم. محرك يونيتي. زمان ما كانش فيه العاب مستقلة، كانت قليلة جدا، واي مطور مستقل كان بيحب يعمل لعبة كان لازم يشتغل على محرك خاص فيه، ولان بناء محرك 2D بيبقى اسهل من محرك 3D فكان دايما الالعاب المستقلة بتبقى 2D، لحد ما جه محرك يونيتي وبدأ انه يوسع وينقذ سوق صناعة الالعاب المستقلة. وفعلا خلال حوالي 5 سنين محرك يونيتي بقى من انجح المحركات المجانية ويوسع نطاق الالعاب المستقلة وبقى فيه ابداع في الالعاب دي، وشفنا العاب محترمه زي فاير واتش ولعبه انسايد اللي الهمت الصناعه كلها. لكن محرك يونيتي كان سبب رئيسي لتطور الالعاب المستقله، لانه كمان بيقدم لغه برمجيه سهله واللي هي سي شارب واللي ممكن اي حد يتعلمها، بالاضافه ان اكبر مكتبه تعليم تطوير الالعاب فموجوده على موقع يونيتي، فشيء محترم منهم انهم يساعدوا المطور المستقل بتقديم شغفه في الصناعه. وطبعا ايبك جيمز كالعاده الشيء الناجح بيحبوا يعملوا زيه، فهم عملوا زي ستيم وعملوا زي يونيتي. طبعا ايبك جيمز مش شايف بصراحة انهم انقذوا صناعة الالعاب المستقلة بالرغم انه عمل حاجات كتيرة للمطور المستقل، ولكن البداية كانت مع يونيتي وهم ليهم الفضل انهم خلوا الانريل مجاني بالكامل. اكس بوكس الجيم باس. خدمة الجيم باس اللي بتقدم مئات الالعاب باسعار بسيطة، بالرغم اني شايف ان اي نوع من الخدمات بيبقى موجود لحشو العاب فارغه ملهاش لازمه، لكن فعليا مايكروسوفت والجيم باس اثبتوا ان اللاعبين محدودين الدخل محتاجين خدمه ممتازه زي الجيم باس. يعني مثلا مين يرفض يلعب لعبه زي ريد ديد ريدمشن 2 او حتى يجربها وبعدين يشتريها، او العاب قصيره زي بليك تيل، هيل بليد، مترو اكسودوس، ديفل ماي كراي 5، او حتى اسطوره زي مانستر هانتر وورلد. فسوق تأجير الألعاب ده شيء كويس في حالة إن الألعاب محتواها ممتاز، ومايكروسوفت اشكروا إنهم بيدفعوا فلوس ضخمة تمن الصفقات دي علشان اللاعب ياخدها ويلعبها. طبعاً أنت مش هتقدر تلعب أي ألعاب طرف تالت من أول يوم على الخدمة، وفي ألعاب مش بتنزل عليها زي ألعاب أكتيفيجن أو ألعاب يوبيسوفت الجديدة، ولكن اللاعب ممكن يشتري الألعاب دي من أول يوم أو بتخفيض محترم، وبقية الألعاب اللي بتنزل على الباس يأجرها أو يخصص الخدمة للألعاب الخطية أو القصيرة، فمايكروسوفت يحترمه على تقديم اختيار تأجير الألعاب، خصوصا كمان ألعاب باسيزدا الجديدة أو ألعاب الطرف الأول، فممكن البعض يسمي ده كرم منهم، ممكن يسميه مضطرين لده، فالمسميات مش هتفرق، المهم إن الخدمة دي بتفيد اللاعب.
زمان في 83 كان اي حد فاضي يقول لك انا عايز اعمل لعبه او اعمل جهاز كونسول، وده كان بسبب ان صناعه الالعاب في الوقت ده كانت حاجه جديده ومربحه جدا، فكله حب يجرب حظه فيها. لحد ما الاجهزه ما كترت، جهاز اتاري مثلا كان لوحده نزل له 3 اجهزه، ثم كمان اكتيفيجن كانت اول شركه طرف ثالث في العالم واللي كان عندهم عدد رهيب من الالعاب السيئه، لحد ما السوق تشبع من ده كله وسوق صناعه الالعاب انهار تماما، لحد ما جه العبقري هيروشي ياموتشي مؤسس نينتندو وحول شركه نينتندو من شركه بتصنع العاب ورقيه لشركه بتصنع العاب واجهزه منزليه. وجهاز العائله نزل في 83 وقدر ينقذ سوق صناعه الالعاب ويحولها لشيء مختلف وينعشها تماما من الانهيار، وده كان من خلال العاب زي ماريو ودونكي كونج. والجهاز نفسه كان ثوري، كنترولر جديد مختلف عن اي شيء موجود، وجهاز العائله كان شيء جديد لاي لاعب، بالاضافه كمان لالعابه الثوريه زي ليجند اوف زيلدا وفاينل فانتزي وميجا مان وميترويد وكاسلفينيا وميتل جير سوليد في 87. حرفيا هو الجهاز اللي بنى اي سلسله عظيمه احنا شايفينها دلوقتي. فطفره صناعه الالعاب بدات مع نينتندو وجهاز العائله، فالجهاز وحد الشركات والمطورين ونقل الصناعه لبعد تاني مختلف. وبالرغم ان شايف في منقذ تاني لسوق صناعه الالعاب واللي برضو كان عليه ضغوطات اكبر من اي شركة تانية، وهي شركة سوني، وده بسبب ان سوني في الجيل الثامن كان قدامهم منافسين اكبر، مثلا منافسة الخدمات السحابية، منافسة سوق الهواتف، بالاضافة لمنافسة اجهزة الكونسول. فلما سوني تنافس كل دول وتغير الصناعة وتنقذها فده مجهود جبار منهم، لان بداية الجيل الثامن كل شركة عانت من تخبطات اثرت عليهم، مثلا نينتندو مع تخبط الويو واللي بسبب ده خسروا كتير وقرروا يبعدوا عن المنافسة، كذلك مايكروسوفت مع تخبط الاكس بوكس 1 في فترة 2016 تحديدا فبرضو قرروا يبعدوا عن المنافسة، وبكده ما فضلش الا سوني. فتعالوا نتخيل سيناريو لو ان برضو بي اس 4 فشل وما باعش اي ارقام، فتلقائي صناعة الالعاب اللي عشنا فيها احسن ايام فهتتحول لصناعة مختلفة وهتستهدف لاعبين الهواتف، فسوق الهواتف سوق بيكبر كل مدى، واللي مخلي الشركات الكبيرة تبعد عن السوق ده هو لانه مش مناسب احتياجهم. فلو برضو البي اس 4 فشل فاكيد اي شركة ضخمة هتبني العابها علشان تتناسب مع الهواتف او السحابة، فساعتها مش هيبقى في اجهزة كونسول، فالشركتين اتخبطوا وفشلوا، والشركة التالتة سوني لو كانت فشلت هي كمان فالسوق هيتدمر، مش هيبقى في بي اس 5 ولا هيبقى في حتى اكس بوكس. لذلك لما سوني والمنقذ العظيم كازو هيراي لما خرج البي اس 3 من ورطة كبيرة، فبسبب غرور وخسائر اللي سببها كين كوتراجي في الجيل السابع فهي اثرت حتى على الجيل الثامن مع البي اس 4. وسوني بنفسهم قالوا ان البي اس 4 لو كان فشل فكانوا هيعتزلوا صناعة الالعاب ومش هيبقى فيه بلاي ستيشن تاني، انما بفضل خطط المبدعين شون ليدن واندرو هاوس وشوهي يوشيدا فده فعلا نقل البي اس 4 لحتة تانية مختلفة. وبالفعل سوني انقذوا سوق الالعاب اللي محدش كان عارف هيروح فين لو البي اس 4 فشل مع الويو والاكس بوكس 1، بالاضافة كمان ان سوني انقذوا العاب القصة واللي مفيش اي شركة استثمرت بنفس عدد الالعاب او حتى عدد العناوين الجديدة بميزانية واخراج وسرد قصة محترمين، مفيش شركة عملت ده. فدي حقيقة، المتعصب فقط اللي يرفض حقيقة ان سوني انقذوا صناعة الالعاب الحديثة، ومن غيرهم فتقريبا ما اعتقدش ان هيكون في شيء اسمه العاب تريبل اي. فمين الشركة اللي هتنزل لعبتها على اجهزة لو ما بعتش اي ارقام محترمة؟ وبالمناسبة معظم الشركات الامريكية هم اقل شركات نزلت العاب في الجيل الثامن، لان السوق بالنسبة لهم مش كبير وكمان ميزانية التطوير بتزيد فاللاعبين قليلين. يعني مثلا في الجيل السابع اكتر شركات نزلت العاب هم الشركات الامريكية، والشركات اليابانية كانت حرفيا نايمة. في الجيل الثامن حصل العكس، الشركات الامريكية ما قدموش عناوين جديدة والعابهم قليلة جدا، بينما الشركات اليابانية هم اللي كبروا سوق الصناعة وقدموا اكبر عدد من الالعاب بافكار محترمة. فمثلا عندنا EA قدموا في الجيل ده عنوان جديد هو لعبة انسم مع 7 او 8 اجزاء من فيفا مع جزئين ولا 3 من باتل فيلد. روكستار لعبة واحدة فقط في 7 سنين، بينما في الجيل اللي قبله قدموا جزئين فقط من جي تي اي بإضافة ضخمة مع ماكس بين 3 وألي نوار وريد ديد ريدمشن 1 وميد نايت. 2K نفس الكلام، قدموا 200 جزء من لعبة كرة السلة والمصارعة وتقريبا ما قدموش أي عناوين جديدة، وأظن لعبة واحدة معتمدة على القصة واللي هي مافيا 3 المعاقة. فده كله بسبب إن الجيل اللي فات ميزانية التطوير ما كانتش كبيرة زي الجيل اللي بعده، فلو الأجهزة مبيعاتها قليلة فمش هتلاقي شركة كبيرة تجازف وتقدم عناوين جديدة. فسوني فعلا نجحوا ونقذوا سوق الألعاب من الانهيار. حتى كان في إحصائية من مطورين يابانيين أعتقد كانت في بداية الجيل الثامن، واللي قالوا إنهم خايفين إن السوق يفشل والسحابة والهواتف تسيطر على السوق. فلما سوني تقدم جهاز يغير معايير السوق فكام شركة وكام مطور مستقل وكام موظف ممكن يشتغل في الوظيفة اللي بيحبها؟
فدور سوني في انقاذ سوق صناعه الالعاب ما يقلش عن دور نينتندو، بل كمان سوني كان عندهم ضغوطات اكبر، لان سوني خرجت من خسائر كبيره مع البي اس 3 بالاضافه لحجم السوق دلوقتي مقارنه بسنه 83. لذلك لازم نشكر الخمس شركات دول، ان نينتندو تحترم المستهلك وتقدم له احتياجه، ثم ستيم يحترم مجتمع لاعبين البي سي، ويونيتي اللي يساعد على تقديم العاب من تطوير مستقل، ومايكروسوفت بتقديم مكتبه العاب محترمه على الجيم باس وتنعش سوق الخدمات وتخلي محدودين الدخل يلعبوا ويستمتعوا، ثم سوني اللي تنقذ العاب القصه اللي اتقال انها انتهت، وتنقذ سوق الاجهزه وتوحد المطورين والشركات، ويحاولوا انهم ينعشوا السوق بدل ما يسيطر عليه الهواتف. كل شركه من دي اثرت على الصناعه بشكل ممتاز وغيروه تماما للافضل. عموما هو ده الفيديو، احب اسمع رايكم. بشكركم على المشاهده، واتمنى انكم تتابعوا صفحاتي على الانستغرام وتويتر والفيسبوك. كان معكم احمد السوري، سي يو نيكست تايم.